يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن الشيخ محيي الدين ابن عربي وكتبه، فقال إن كثيرا مما هو مكتوب عنه مدسوس عليه ككتابه فصوص الحكم. لا، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا لا، هذا ما هو صحيح، هذا ملبس على الشيخ. الشيخ رد على فصوص الحكم ونقضها وأبطلها، الفتوحات المكية وغيرها من كلام ابن عربي. هم يلبسون على الشيخ، أتباع ابن عربي يلبسون على الشيخ هذا الكلام. إن كان السائل كما يقول يجيب لنا نص كلام الشيخ، يجيب لنا نصه ونقرأه ونشوف، أما أنه ينقل عن غيره لا. نعم.